بكم مشاهدينا لختام لقاءاتنا، إذا سمحوا لنا معالي الوزراء النواب أن نكمل ببرنامجنا مباشرة على الهواء مع البروفيسور رائف رضا، اختصاصي مسالك بولية وتناسلية يعني مشاكل جنسية وعقم، أستاذ محاضر بالجامعة اللبنانية. اليوم موضوعنا اضطرابات العلاقات الجنسية، يعني وما أكثر وما تأثيرها السلبي على الحياة الثنائية بشكل عام وحتى على الحياة الاجتماعية، لأن بيصير في ستريس، بيصير في كتير بينتج عنا ردات فعل أوقات ما بنقدر نعمل عليها كنترول، كلها نتيجة الاضطرابات بالعلاقة الجنسية. وهلأ بأكد للبروفيسور إذا معي حق ولا لا. تابعونا. أهلا وسهلا فيك بروفيسور. أهلا وسهلا فيكم. ماشي الحال حبيبي؟ الله يخليك. هلأ اللي بيسمعنا عم بأكد على هالمعلومة بيقول هيدا أنه أكيد عم بيعيش هيدا الحالة، بس لأن من خبرتنا مع ضيوف بهيدا الاختصاص منشوف قديه الحياة الجنسية أو يعني اضطرابات العلاقة الجنسية بين شريكين هي مدماك من مداميك نجاح الزواج صح. والحياة الاجتماعية وإذا بدك القدرة على العطاء والطاقة والنشاط والإقبال على العمل وكل يوم بجو جديد. لما بنحكي عن اضطرابات بالعلاقة الجنسية عم نحكي عن شريكين، الخلل وين بيكون؟ وين فينا نبلش؟ هلا اجمالا انت لمحت شغله، العلاقه اضطرابات العلاقه الجنسيه في عندها مشاكل، ديمومه العلاقه حياه شريكين، ثاني شيء عمليه الوصول للانجاب، والحاله الثالثه انه هيدي يعني تكاثر بالاجتماع، يعني المجتمع. دائما هي العلاقه اكثر شيء بيكون عند الرجل في نسبه محدده عند المراه. طبعا لما نحن بنقول اضطراب في العلاقه الجنسيه يعني بدنا نحكي عن موضوع في اول شيء بلش الرغبه، ثاني شيء الاثاره، ثالث شيء الانتصاب، رابع شيء عندنا عمليه القذف، بعد منها الرعشه الجنسيه. يعني هو بده يكون خلل بوحده منهم او باثنين او بالكل او تقريبيا ما عنده اشتهاء جنسي بسموها او رغبه جنسيه، يعني بسموها الليبيدو يعني او بسموها بالفرنسي لو ديزير سيكسييل. هو ممكن نحن نعرف انه في مشاكل هو مرتبطين عند اثنين، لانه الهرمونات عند الرجل تختلف تماما عند المراه وان كان مثلا بنسبه محدده. يعني مثلا لما نحكي نحن عن خلل او اضطرابات يعني بدنا نلعب دور نعرف ما هي الهرمونات اللي بتاثر. نعم. في الهرمونات عند الرجل يلي هي مثلا الاساسيات يلي هي الهرمون الذكري التستوستيرون يلي هو بيجي من التستيكيل من الخصية. عندنا مشكلة انه في المرأة عندها شوية خفيف من التستوستيرون بس بنسبة قليلة، هو بيلعبوا دور باضطرابات بما يسمى بالرغبة. تبهنا؟ يعني لي ديزير سيكسيال يعني هالمسألة، او بالمصطلح الثاني اللاتيني بسموه الليبيدو. تبهنا؟ هلا هو كذلك الامر في عمليات الانتصاب والمشاكل اكثر شيء عند الرجل يلي هو بينتج عن خلل في الهرمونات، المشاكل النفسية، المشاكل الغدد وعلى رأسه ما السكري والالتهابات المتصلة جنسية بسموها MST. تبهنا؟ كل هالمشاكل هايدي بتأثر عضويا يعني. نعم. ونفسي. وحب رمها انه مشاكل الاضطرابات الجنسية هي نسبية 60% عضوية و40% هي بكجي نفسية. يعني المشاكل العضوية نسبتها أكثر. ايه وكتير بيلعب هلا مثلا اللي مش اخصائي بصير يرمي انه لا ما لها علاقة، لا بيكون 60% وممكن زيد انا كمان حسب خبرتي 30 سنة بهالمسائل، بس بعرف انه في نسب العضوية اعلى. بروفيسور لما بنحكي عن عدم رغبة هو مش عامل نفسي ولا كمان؟ لا في يمكن يكون عمل بيكون هرمون واطي مثلا. هرمون واطي عنده. انتبهنا؟ ما بيقدر يعطيه رغبة. نعم. يعني لما بنحكي عن عدم رغبة تلقائيا بيكون في عدم انتصاب، لان بده واحد يفوت بمرحلة معينة ليقدر. ما هو الانتصاب بيجي خطوة الاول. بيبقى بالليبيدو فوق يعني الرغبة. نعم. بعدين اثارة بعدين انتصاب. يعني مشاكل الرجال اكثر من مشاكل النساء. مشاكل الرجال اكثر للاضطرابات بالعلاقة الجنسية. يعني المرة عندها بعض المشاكل يلي هي مثلا بسموها تقمص المهبل، بسموها الفاجينيسم. يعني بسموها بالمصل عندها عضلات البيرينيل العجان بسموها بالعربي، ممكن فيها تقلص، وهذا التقلص ممكن يكون ناتج عن ممكن يكون اسباب كثيرة، مثلا خجل، عدم خبرة، او احيانا ممكن تعرضت مثلا بين هلالين للاغتصاب اثناء الصغر، وهذا بشكل انزعاج بالعلاقة. وهذا بشكل احسن يعني احيانا
بكون هو الشريك ما بيكون مرتاح، بكون عم يعمل علاقه مش قادر يعمل بينتراسيون، انتبهنا بصير في عنده مشكله انه هيدي في عندها في شيء دائم عم تخليه. وهي بده احيانا اذا ما كان اخصائي يتعالج المساله تتوجه نحو الطلاق. وبعدين حرام تظلم بعض البنات بهيدي الحالات، وهي بكون مسكينه ما عندها شيء، بكون عندها مشكله انه ممكن يكون نفسيه او ممكن يكون في شد ناتج عن توتر او خوف. وبتعرف عنا بالمجتمع الشرقي بصير انه هيدي كذا وهي كذا وهي كذا، وهي حرام بكون في عندها حاله. وتاني شيء في سمو عند المرأة في عنا البرودة الجنسية. طب خليني اسألك قبل سؤالي. قبل ما نوصل على البرودة قلت لي عند الرجل بده يكون في عنده الرغبة بالدرجة الأولى، بعدين نمرق بكل بعدين المراحل، بعدين بدي مر بالمراحل. اوكي، عند المرأة كمان إذا من وجدت الرغبة بضل تستوستيرون يعني قلت لي ولو بجزء قليل مرتفع، لو عندها رغبة ممكن الهرمون النسائي يتغلب على الهرمون الذكوري عند المرأة ليكون في تناغم أكثر؟ هلا الهرمون النسائي عند المرأة بدك تحكي عن الاستروجين والبروجستيرون. الاستروجين هو بيعمل لها ليبريفيكاسيون بيرتب الرحم. بيرتب الرحم حتى يعمل عملية البنتراسيون الدخول، انتبهنا؟ ما لهم علاقة بموضوع بس هونيك لهم علاقة الاستروجين والبروجستيرون بعملية الفيكونداسيون الإخصاب. أما الفترة النسبة الخفيفة جدا بالدزير السكسية اللي عندها هيدي ممكن يكون ناتج عن هرمونات موجودين بالسيرفو، فوق في عندنا الدوبامين والسيروتونين، هو بسموهن يعني الهرمون الهابي هرمونز. يعني طبعا هالمشاكل هرمونات السعادة هو اثنيناتهم هو بيشتغلوا على اللي سموه على المود، يعني على المزاج وعلى المسائل هيدي كلها، هو بيتدخلوا كلهم مع بعضهم. بس ولكن المرأة احيانا بتكون انكتيف انكتيف، ولكن هي بتحس بس مش هي العامل الاساسي بالجسمه، بس ما بتتكيف جنسيا مع الشريك. هون بسموها بالفرنسيه بسموها مالادي دي كونجيكوباتي، يعني بين الشخصين ما في انسجام. ما بتسمع انه اثنين تزوجوا والله ما قدر انسجموا، ممكن يكون هو الشخص مش مقدم شيء او هي كذا، هو بيولد عندها ما يسمى بالاضطراب الجنسي. نعم، من هيك قلت بالبدايه بروفيسور رائف رضا انه هي مدماك من مداميك نجاح العلاقة الزوجية، لأن باستقبالنا لأصحاب اختصاص يعني حتى توجيه عيادة جنسي هيك اختصاصهم بعلم النفس العيادة والتوجيه والإرشاد العائلي الجنسي أيضا، بيقولوا أنه يعني قد ما تفاقمت مشاكل الثنائي أو الزوجين في حال يعني بعد فيها الرابط الجنسي أو الانسجام والنجاح الجنسي قادرين نذلل كتير من العقبات ويرجعوا يعطوا دفع للحياة الزوجية عن جديد. هيدا طبعا احيانا بيبقى اثنين مثلا بيتزوجوا واحد ما بيحب الثاني، ما بتحب يعني هي بتحبه لا ممكن هيك ظروف عائليه او فرض عليها، بس احيانا تتكامل وبتحس حالها بعلاقه جنسيه بغير. بس انما طبعا كل ما كان الرجل اثبت وجوده اثبت يعني بيحسن وضعه، اما اذا كان لا من هون منيح ولا من هون منيح كذلك الامر، يعني ما بتعرف الدم بسموها تدمير العلاقه الجنسيه والزوجيه، وهذه بتولد مشاكل طلاق وسواها. عفوا عم اقاطعك يمكن بس اذا حدا من المشاهدين يعني بحب يطرح اي سؤال نساء او رجالا رقمنا بتصرفكم، فيكم ما تقولوا اسمكم لان بعرف بعده هيك الموضوع تابو بالنسبه لاكثر تابو للاسف، احنا بهمنا الموضوع اكثر، عم نحكي من منظار علمي. 01 491 702. بروفيسور رائف رضا، يعني عند اول مشكله لازم نلتجي لطبيب؟ يعني لما رجل بيفقد الرغبه تلقائيا بده يمرق بهوديك المراحل اللي ممكن يكونوا متلازمين كلهم مع بعضهم، ممكن يكون عنده شغلتين ثلاثه وبرضه هيدا بيسبب بخلل واضطرابات بالعلاقه الجنسيه، اي متى لازم الرجل اذا بيسمح لنفسه اذا ذكوريته ورجوليته بتسمح له انه يستشير طبيب لان تعرف يعني المشاكل الجنسيه بنضلنا مسترين عليها لان للأسف. في رجوليتنا بدها للاسف. نعم. هلا اجمالا يعني ممكن يبدا مثلا واحد بيجي لعندي مثلا بيقول لي مثلا ما عندي رغبه جنسيه، يعني بدي يصير ركز ليش ما عنده رغبه جنسيه. طيب عفوا كمان هون سؤال. رغبه ممكن تكون مع شريك دون الاخر؟ يعني هذا السؤال بطرحه، وهذا السؤال اول شيء احنا بدنا نعرف امتين وكيف
والسؤال الثاني بيطرح هل بلشت معك من أول حياتك الجنسية ولا الثاني؟ شو مررت بالمراحل يلي أنت مثلا كان عندك التهابات، لأنه تعرف التهابات البروستات، مشاكل البروستات إلى تأثير؟ إلى تأثير طبعاً، إلى تأثير طبعاً. إيه بعش إله، بعش إله. وخاصة وخاصة ممكن يكون مثلا واحد مثلا معرض لمشاكل، مثلا إذا ضربي على الخصية أو الهرمون الذكري التستوستيرون عنده كتير واطي، أو ممكن عم ياخد بعض الأدوية بتنزل نسبة الهرمون. منفكر نحن بهالمسائل وبعدين بدنا نحلل إنه شوي طيب أنت شو مرر. هلا تعرف عن الظروف، هلا الكورونا ومشاكل الكورونا والظروف الاقتصادية، اليوم الدولار ب10,000، يعني هذا اللي بيكون يعني عم يساوي عليها جنسية اليوم بصير في مثل بسموها عنده خش بعقله، لأنه أحيانا إذا ما ساوي عليها مضبوطة في رابط، في رابط اجتماعي يعني. حتى بهيدي نكتوا علي اللبنانيين، بده يختصر بعلاقته لأن الكوندوم حلق سعره، صار حقه ب50,000 وما فوق. ما هي عم اقول لك يعني هلا بده يكون في جواب. ثاني شيء بنساله هل مع شريك، هي مرتك مثلا الشريكه اللي انت معها هيك بتصير ولا مع، اذا غيرناها بنصير بكذا؟ بقول لك لا، اذا كان لا يعني نفس الشيء المشكله بيكون في عندي هون مشكله بتتعلق مش بالوضع النفسي، بتتعلق بالمشكله العضويه. هلا بنبحث بالمشكله العضويه شو هن. ممكن يكون التهابات البروستات، ممكن يكون في مشاكل الغدد، ممكن يكون في عنا مشاكل بالجهاز العصبي، ممكن يكون في عنا ظروف اجتماعية اقتصادية مثل ما قلنا هلا اليوم بهالظروف هيدي، كل هيدي ما بتعطي رغبة يا بهنا. هلا بنبحث إذا كان هذا السبب هو موجود بدنا نحاول، طبعا بدنا نطلب له أول شيء بدنا نحدد السبب. إذا كان مثلا بين الشريك والشريك يعني معنى خلص نفسي عندي مشكلة نفسية، عامل نفسي مش مرتاح مع المرأة، بروح حلنا المشكلة. إذا لا ساعتها مضطرين بدنا نعمل له بسموها بيلون هرمونال، يعني مثلا التستوستيرون والأفاساش والألاتش كل الفحوصات، فحص السكر انتبهنا والفحص الدم بسموها سي بي سي وشغلات من هون حتى نحدد في التهابات، وفحص البروستات اللي بسموه البي اس اي بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، بنشوف اذا كان عالي ممكن يكون في عنده التهابات. وبتعرف حسب العمر كذلك الامر، يعني اذا شاب مثلا مش متزوج ورايح من هون يمين وشمال، وانت بتعرف هيدي بسموها بروستاتايتس، يعني التهابات الحوال البروستات هيدي بتعطي مباشره، يعني اذا كان هيك احيانا بتجيش رغبه، احيانا مش الجنسية، احيانا بيوصل لمرحله انه عدم بسموه انيركشن، يعني عدم الانتصاب. كل هالمسائل هاي بتاثر سلبا، بدنا نبحث عن الاساس، لانه اذا عالجنا الرغبه الاثاره صارت تحصيل حاصل، بعدين الانتصاب بصير منيح، القذف بصير منيح. طيب بروفيسور مازن، رجعت ذكرتنا فيهم باربع المراحل وصولا ل يعني مرحله، هن خمسه نعم خمسه. المرحله هي مرحله الانحلال بسموه ريزولوشن. نعم نعم. ورد سؤال إذا شفتني عم دون ما عم يطلع على الهواء، جيد. بيقول رغبة يعني شبه معدو قليلة، يعني الحبة الزرقاء هي البديل ليصير في هذا الانتصاب، رغم أنه الانتصاب عم بيكون كمان ما في يعني بعد الرغبة غير موجودة. قلت لي أنت في الرغبة إثارة، انتصاب، بقذف. طيب اليوم في حال استعم يعني تم الالتجاء لهالأدوية اللي موجودة اليوم بكل الصيدليات كبار وصغار عم ياخذوا منها للأسف، شو بيصير إذا صار في انتصاب كامل؟ تتحقق الرغبة، تتحقق الإثارة ولا ما قد أنت بتعرف الحبوب اليوم هيدي مش الحبوب، حب نبه المشاهد هون ينتبه، هالحبوب إلى تأثير سلبي، يعني في احيانا حب الزرقاء وغير حب الزرقاء اللي تداولوها بالعالم كان لها ظروف، هي وجدوها لمرضى القلب وبعدين ثبت انه في انتصاب، تعطي انتصاب، ولكن ما هي العلاج، لانه في اشياء تبين. احيانا ممكن يصير في عندنا تدمير ما يسمى بالخلايا، الخلايا الدمويه يعني الفيسلز الصغار، ممكن باستعمال الحبه هي يصير في يفقعوا هدول تبعنا، وممكن يوصل عندي لمرحله انه بصير اعتيادة عليها، ببلش بالعيار 25 ال 50 ال 100 بعدين ال 100 يمكن ما يقدر يتحمل، بس بكل مرحله بالتعبير الداخلي بالعلم الداخلي بالمشاكل تاثيرها على الشرايين، هو عم ياخذ حبه بس ما عم يعرف لوين بده يوصل. بهالمراحل هو عليه ان يستشير اخصائي بعلم الجنس يعني السكسولوجي
او بسموه الاندرولوجي حسب شو اسمه، لانه بلبنان مثلا سكسولوجي محدودين، انتبهنا انه مش كل واحد بيقدر يفوت بهالمسائل هيدي. هلا الاندرولوجي، هلا مثلا مثل انا عامل اندرولوجي بعدين عملت السكسولوجي، يعني مرتبه، ما في حاله بتمر عندك الا ما تقدر تكمشها، لانه يعني السكسولوجي بيشوف الجزء الميديكال الطبي، اما الاندرولوجي بيشوف الحالتين الطبيه والجراحيه، عشان هيك متكامل هذا العلم. فبنصحه للاخ الكريم هون انه يراجع الاخصائي في هذا العلم، ونحن حاضرين بهالمسائل هي، لانه هيدا ما حب الهروب من الواقع، هروب نعم. من السبب نعم. وهروبه من السبب ممكن على المدى الطويل يؤذي وما يفيده نعم. وبنفس الوقت لها مضاعفات على الضغط ومشاكل الضغط والقلب، اضف الى ما هنالك. طبعا يعني يفضل استشاره الطبيب بعدين حسب حالته الصحيه نعم. معنا اتصال رح اخده على الهواء. بدي اطرح عليك سؤال، يعني مره طبيب يعني معده جهاز هضمي بيقول انه اذا عم ناخذ هالملينات تعودنا عليها بيكسل المصران، بصير كسلان، ببطل هو يقوم بدوره. اذا تعودوا على نمط الحبوب اللي بتساعد على الانتصاب، كمان بنكون عم ناثر على يعني اذا بدك تخصيب مشان تيصير في هيدا الوضع. هلا اذا الواحد عم ياخذ، قلت لك الاخذ الدواء من عنده او من عند الصيدلي بلا استشاره الطبيب عم يأذي حاله نعم. بغض النظر عن انه استفاد لمطرحه او استفاد لمطرحه، يعني بالعربي المشبرح انه ما بيصير في انتصاب غير من استعين بحد، بصير احسن، بصير في عنده هو مشكله نعم. صار عنده خلق لحاله مشكله، خلق لحاله مشكله. هيدا اللي تنجاوب على السؤال الان. الو صباح الخير. صباح الخير، يا هلا، تفضل. بدي اساله بس اذا عنده فكره عن شيء مأكولات معينه بتقوي الإذرة الجنسيه للرجال بالخمسينات. نعم، يعني مأكولات معينه، نظام غذائي معين لتقويه القدره الجنسيه عند رجل بلغ الخمسين، صح؟ بتصور هذا هو في طبعا في عندنا الاسماك، يعني الحيوانات البحر، الاسماك مش سمك، الرايدس مثلا، وهو في عندنا اللوز والجوز والعسل، انتبهت؟ في بس عند بروفيسور، بلا مقاطعة عن حديثك، يعني في زميل لك كمان بوجه له تحية، كان ضيفي من حوالي شهر، اكد لي اياها علميا وهلا باخذ المعلومة منك، انه مش اذا اليوم عبالك تظهر بتروح تاكل سي فود سمو دغري بيترجموا بساعه الساعه، هيدا نظام غذائي. نظام غذائي عم باكد على صح. المعلومه للمسيو اللي طرح السؤال، في كثار بيقولوا اليوم نحن سمك، يا لطيف انه بدنا نكون ابضيات بتوصل لمطرح. لا، انت بتعرف اذا شخص ما عنده مشاكل، اذا شخص ما عنده مشاكل اورجانيك يعني عضويه او بسيشيك نفسيه، اذا لجأ لهدول المأكولات هو بيفيدوه بحسنوا وضعه وحسنوا الأداء. قصدي يعني بنفس النهار بيقدر بنفس النهار اهدا، عم نحكي على الشخص الطبيعي، الشخص السليم. اما اذا شخص مش سليم، لو بده ياخذ مثلا طن ادويه، طن مأكولات بحريه، وهو هذا شو راح يستفيد؟ ممكن هيك يتحرك شيء، بس اذا ما فهمت، اذا ما عالجت السبب بكون النتائج تعوله مش صحيحين. طيب سريعا، يعني هيك في نظام غذائي معين ممكن الانسان يتبعه تحسين الاداء الجنسي؟ و انا بفضل النظام الغذائي، بفضل مثلا في مثلا السمك، بفضل المأكولات الخضروات، تبعنا بفضل مسائل تانية، مثلا في دور احيانا البطيخ بحد ذاته في ماده بتنشط اسمه ما حدا بينتبه لها، تبعنا. وفي عندنا مثلا الدجاج، يعني بشكل عام البروتينيات بتحسن الاداء، بس بالنسب قلت لك اذا عند الشخص السليم. طبعا هلا في عندنا الموز احيانا بفيدنا، في عندنا كذلك الامر التفاح الاخضر كذلك الامر بفيد، يعني هو على المستوى بشكل عام. وعلى راس القصص كلها هول بيسموهن المكسرات، يعني الكاجو والفستق والكاجو والشغلات من هو كثير بفيدوا. الرياضه قد ايه بتلعب دور؟ الرياضه بتلعب دور بتقويه الدوره الدمويه عند الشخص، وهيدي كثير مهمه. بحب لبي هون انه في عندنا مشكله بالدوره الدمويه في بين العمر 30 وال40، بسموها ليكاج فينوس، يعني بالفرنساوي فيت فينوس، يعني بس تسرب الدم، وهذا تسرب الدم بلاقي الشخص
شخص ما بين 30 لل 50 لل 60 احيانا، ولو لو بياخذ 100 دور طن ادويه هذا الشخص بضل الدم يتسرب، بيكون الانتصاب ليجي ينفلو ليجي لقدام بصير يجي لورا، بصير الانتصاب عنده مجرد انه فشل. وهذا اذا تزوج وما ترك له وضعه هذا ممكن يوصل للطلاق مباشره. او حد ادنى رح يقولوا عنه عاجز جنسي، بكون عائق على الزواج، وهذا لا بصير فيه عنده، ممكن يحدث شويه رغبه عنده بس لا بصير فيه عنده لا اثاره ولا بصير فيه عنده عمليه إريكسيون انتصاب. حتى احيانا توصل لمراحل الإيجاكيلاسيون القذف بصير عندنا مشكله. نعم. وطبعا في بحب نوه لشغله كثير مهمه سريعا، هي مشكله القذف السريع. القذف السريع هيدي كثير موجوده، قلت لك انا بدنا نعمل حلقه بس ان شاء الله بس لما ان القذف السريع هو اقل من دقيقتين بيسووه، هيدا له اسباب كثيره عضويه ونفسيه. بس اهم شيء القذف السريع بدنا نقدر نعالجه، بده له علاجات جنسيه عضوية ونفس الوقت سكسوثيرابي. نعم، شكرا لك بروفيسور رأف رضا، اختصاصي مسالك بولية وأعضاء تناسلية ومشاكل جنسية وعقم، وأيضا أستاذ محاضر بالجامعة اللبنانية. أهلا وسهلا فيك. أهلا اليوم فيكم. كنا عم نحكي علميا عن مشاكل اضطرابات العلاقة الجنسية، بركي بلقاء تاني بنحكي عن مشاكل عضوية كثير بيعانوا منها الشباب، ولبل بأعمار يعني صغيرة. صغيرة أحسنت، هذه كثير بضلوا حاملين معهم، لأن في عنا خجل وفي عنا خوف من أنه نلتجي لطبيب مختص أو نخبر على القليل عن هيدي المشكلة. أنا بالخدمة، لأنه طبعا الأوتيفي هي دائما فاسحة مجال للإيصال العلم لمطرحه الصحيح. شكرا لك بروفيسور، أهلا وسهلا.